تعالوا نعمل مع بعض فراخ بالحبهان. اول حاجة انا عندي تقريبا 20 فص حبهان هنطحنهم مع بعض دلوقتي. عندي فرخة متقطعة، عندي معلقة كبيرة جنزبيل مفروم، معلقة ثوم مفروم، 2 كوباية زبادي مخفوقة، 2 معلقة بشر ليمون، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، 2 معلقة زبدة، 2 كوباية لبن جوز هند، 6 قرون فلفل اخضر حار مفروم، ممكن طبعا يبقى مش حار زي ما تحبوا، 2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء ورق. بس كده. طيب الفراخ دي لذيذة جدا وسريعة زي ما عودتكم. اول حاجة عايزين نعملها ان احنا هنتبلها، طبعا لو قدرتوا تتبلوها من 4 لـ6 ساعات قبل ما تحطوها على النار يكون احسن، بس طبعا عشان انا كنت عايزة اتبلها معاكم فما تبلتهاش من بدري. تعالوا الاول نجيب حاجة هنحط فيها، نضيف فيها كل التتبيلة بتاعة الفراخ. هنحط اول حاجة الزبادي، هنحط عليه الثوم المفروم، الجنزبيل المفروم، بشر الليمون، وهنزود كمان دلوقتي ملح والفلفل، وبعدين هنزود الحبهان لما نطحن. خلينا نحط الفراخ كده كده، نزود الملح والفلفل الاول. فلفل اسود، وهحط معلقة ملح كبيرة. هقلب كل ده مع بعضه كويس، وهنزل فيه الفراخ. هقلبها كويس في الصوص ده، كل ما هتقعد في الصوص ده اكتر كل ما هتبقى اطرب كتير وطعمها احلى بكتير. تعالوا بقى نجيب الهون وندق الحبهان مع بعض، هنزله بقشره زي ما هو عشان القشر برضو ده هيدي طعمه حلو في الخلط. تعالوا بقى، انا مسخنه حله جامد على النار، سايباها على النار بقالي شويه، وهننزل الفراخ مع بعض على نار عاليه تاخد الاول لون، وبعدين هنبتدي نوطي النار وننزل بقيه المقادير. طول الفراخ عايزه احط نقطه زيت، نسيت احط نقطه زيت طول الاول. انا هستنى شويه وبعدين ننزل الباقي. انا حمرت الفراخ خلاص، ابتدت تاخد لون. هجيب بقى بقية الصوص اللي احنا كنا متبلينه فيها وهنزله على الفراخ على طول على النار. هنزل كمان لبن جوز الهند، الفلفل الحراق، وشوية كزبرة خضرة فريش، والباقي حطها في التقديم. هقلب بقى كل ده مع الفراخ كويس. وهسيبهم يغلوا وهغطي عليهم واسيب الفراخ لحد ما تستوي والصوص ده يتقل. طبعا ريحة الحبهان اكتر حاجة باينة فيه. الفراخ فاضل ان انا احط لها حته زبده، تعالوا نحط الزبده مع بعض. ما حطيناش الزبده، هحط قالب زبده تقريبا صغير هيتقل الصوص وهيدي طعم حلو قوي. مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي. نغطيها تاني نكمل. الفراخ خلاص فاضل لها تقريبا 5 دقايق وتستوي، وبعد ما نشيلها من النار هنحط عليها شويه كزبره خضراء للتزيين.